معيار السلام هو مدى قوتنا وثباتنا على الأرض. دعوا السياسيين يمروا في مشاوراتهم، نتحدث عن السلام، نبدأ في إجراءات بناء الثقة، أي شيء قد يخدم أبناء شعبنا في المناطق سواء أو غيرها لسهولة حركتهم ولتنقلاتهم ولتسهيل على المواطن وصول البضائع، حركة الأمر المسافرين، الأمراض، الأهل، القبائل فيما بينها، هذا نحن ندعمه. باستمرار الضغوط الدولية المكثفة المتعلقة بفرص السلام في اليمن وإنهاء الصراع الطويل الذي تعاني منه البلاد منذ 9 سنوات، فقد عبر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح عن آرائه بشأن هذا الموضوع المهم، وقد أعرب طارق عن تفاؤله وتشبهه لنفسه ولفريقه شركاء فيل السلام، مؤكداً أنهم مستعدون للعمل من أجل تحقيق السلام في اليمن. في تغريدتها على منصة إكس، أشار طارق إلى أن المجتمع الدولي يناقش الآن فرص اليمنيين في السلام وإعادة بناء دولتهم، وأكد أن الهدف هو إقامة نظام جمهوري تعددي يحكمه الدستور والقانون، والذي يضمن حماية المكتسبات ومعالجة الاختلالات القائمة، ويعيد بناء العلاقات الجيدة بين اليمن وجيرانها بهدف الحفاظ على مصالح الجميع ووقف الصراعات والحروب. تعكس تلك الكلمات رغبة طارق في التعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين لتحقيق السلام في اليمن، وعبر عن استعدادهم للعمل بكل جهودهم من أجل ذلك، مؤكداً أنهم على استعداد للتحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار وللسلام في البلاد. وفي ختام تغريدته استخدم طارق عبارة شركاء في السلام وأيدينا على الزناد، مما يعكس تصميمهم وعزمهم على المضي قدما في سبيل إحلال السلام في اليمن وتحقيق استقرارها.